السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب أحمد سعداوي حول القرارات الشعبوية لحكومة السوداني، تزامنا مع أنباء مفجعة عن تراجع مناسيب المياه في سد الموصل ومستوى الماء في نهري دجلة والفرات في جنوب العراق، يعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن نيته إطلاق حملة لزراعة 5 ملايين نخلة في عموم البلاد. فكذلك ظهر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بتصريح مشابه عن تشجير بغداد. ويضيف الكاتب: تبدو حكومة السودان كما سابقاتها مضطرة لإطلاق وعود غير واقعية أو غير قابلة للتنفيذ فقط لأجل الصدى الإعلامي أو استجابة للحاجة إلى مزيد من الشرعية في الشارع العراقي، والتي تبنى على التصريحات الشعبوية أو اتخاذ قرارات تثقل ميزانية البلد وتزيد من حجم البطالة المقنعة بين قطاع الموظفين في حالة من الرشوة للمجتمع كي يخفف من تبرمه وانتقاده للحكومة. ملف المياه، وهو من أخطر التحديات المستقبلية في العراق، مجرد مثال على طبيعة استجابة الطبقة السياسية الحاكمة في العراق للتحديات الجدية التي تتطلب تخطيطاً وتنفيذاً استراتيجياً. لا يلتفت إلى حاجات راهنة وآنية تتعلق بالترويج السياسي أو منح الجمهور العام ترضيات وقتية أو رشوته حتى يرضى عن الحكومة، بينما البلد بكله ينحدر وينزلق إلى مهاو مرعبة. البلد كله في واقع الأمر يتداعى، فلا مدارس كافية ولا مستشفيات كفوءة ولا قطاعا خاصا نشط ولا مشاريع بنى تحتية جديدة، والأحياء السكنية العشوائية تشكل أكثر من ثلث الوحدات السكنية الشرعية في العراق من شماله إلى جنوبه، والاعتماد شبه تام على الواردات النفطية والتي لم تعد كافية لتمويل المرتبات أصلاً، وتمويل الفساد المصاحب، وتمويل شهوة الأحزاب والميليشيات للمال السهل الرخيص. إلى صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب عبد الله سلمان يقول فيه: هب أن حكومة السودان تتحدث عن عالم افتراضي فيه عراق ليس له علاقة بالواقع السياسي والاقتصادي الذي نعيشه، وتقدم سردا من الأجوبة غير المنطقية. فالجمهور العراقي الذي لم يتلمس من النظام السياسي مع استمرار وجوده سوى الخداع الذي يرسخ انعدام الثقة بين منظومة 2003، أما الدور المحوري للعراق في المنطقة وسيادته فكان له الحصة الأكبر من التباهي الحكومي الذي لا يمت للواقع بصلة، حيث يعلم المواطن العراقي أن سياسة العراق الخارجية مرهونة بموافقة إيران عبر إطارها الذي عين السوداني، وأن قاآني يدخل العراق دون علم الحكومة ويلتقي من يشاء ويأمر، والسفيرة الأمريكية كذلك تلتقي مع أي وزير. فيما يخص الوضع الاقتصادي، تحدث السوداني عن سنغافورة افتراضا وليس العراق عندما وصف أن الاقتصاد العراقي قوي وأن الفائض المالي جيد وهو الأفضل في تاريخ العراق، وهذا وصف أي محاسب في أي شركة، وليس رئيس حكومة عليه أن يقارن قوة الاقتصاد بمقدار الخدمات العامة والصحية بشكل خاص والتعليم ونسبة البطالة مع مقارنة الدخل الحقيقي للمواطن وقدرته الشرائية التي تكاد تكون معدمة للأغلبية، وليس بالأرقام، لأن أي اقتصاد في العالم لا يلبي حاجات المواطن في حياة كريمة يعتبر منهارا وضعيفا وفاسدا. وقد غرق السودان في أزمة المياه بحديثه عن قدرة العراق في التفاوض مع تركيا وإيران، وهو خالي الوفاض من أي وسائل الضغط الدبلوماسي والاقتصادي بواقع عدم قدرته التحكم في سياسات الإقليم الاقتصادية الاستثنائية المفتوحة
وبدون أي اتفاق أو علم للمركز مع تركيا وإيران، ولا يتمكن من معارضة قوى الإطار التي تبيع العراق لإيران، ولا تكترث للشعب العراقي إن عطش أو جاع. عن حقيقة تمكين المرأة العراقية بعد 20 عاما من الغزو والاحتلال، كتبت هيفاء زنجنة مقالا في صحيفة القدس العربي، جاء فيه: يتزامن يوم المرأة العالمي مع منذ 20 عاما مع شهر تنفيذ مشروع القرن الأمريكي الجديد في العراق لتشكيل قرن جديد يلائم المبادئ والمصالح الأمريكية. وكان غزو واحتلال العراق خطوته الأولى للامتداد في بقية البلدان العربية، وكان قدر المرأة العراقية أن يكون تحريرها أحد أسباب التسويق الإعلامي لسردية الحرب العدوانية. وتضيف الكاتبة: سيبقى تمكين المرأة إعلانا ترويجيا للاستهلاك السياسي المحلي برعاية دولية. هناك حقيقة مدعومة بالأرقام والإحصائيات، علينا ألا ننساها، آخذين بنظر الاعتبار أن ربع سكان العراق هم بعمر سنوات الغزو والاحتلال. الحقيقة التي يجب أن تبقى محفورة في الذاكرة الوطنية، كما في جزائر الشهداء، كما في فيتنام، هي أن 1 مليون رجل وامرأة وطفل كانوا ضحايا الغزو والاحتلال، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه الحقيقة، هذه التكلفة الباهظة من حياة المواطنين، يجب أن تكون العدسة التي ننظر من خلالها إلى واقع الحال العراقي عموماً والمرأة خاصة حالياً ومستقبلاً، وأن نواصل النظر والتذكير. فكل من ساهم بالتطبيل للاحتلال وادعاءات التحرير، سواء في أمريكا وبريطانيا وغيرهما من دول تحالف الغزو، بالإضافة إلى من تعاون معهم من عراقيين يريدون مسح هذه الحقيقة، آملين إصابة الشعب بالخرف وفقدان الذاكرة. لا يمكن إطلاقاً أن تتحرر المرأة بدون تحرر الرجل معها، شريك الوطن، من كل أشكال الهيمنة والاستغلال الخارجية والداخلية، مهما كانت التسميات، سواء كانت احتلالاً عسكرياً استيطانياً أو استعمارياً جديداً. نشرت صحيفة الجارديان تقريراً لمراسلها في الشرق الأوسط مارتن شولوف، قال فيه إن رئيس النظام السوري بشار الأسد انتهز فرصة الزلزال الشهر الماضي للعودة إلى المسرح الإقليمي والخروج من العزلة. وقال الكاتب: هناك مشكلة في محاولة الضغط على الأسد الذي يحكم منذ عقدين وإبعاده عن إيران، لأن أي تحرك بهذا الاتجاه يعد بمثابة مخاطر وجودية، وهذه مجازفة لا يستطيع القيام بها، كما يقول مسؤول في المنطقة، ولم يفكر الإماراتيون والسعوديون بهذا الأمر. ويضيف الكاتب: الدرس الذي سيتعلمه بشار الأسد من الاستقبال الحافل له في عواصم دول عربية هو أنه يستطيع عمل ما يريد دون أن يغير أساليبه. بات الأسد ولأول مرة منذ عقد ويزيد على الحرب والفوضى، ظل فيه منبوذا من جيرانه ومنافسيه في المنطقة، بات في أعينهم الحل للأزمة التي أعطته الوصف في المقام الأول، ومنح الرجل الذي أشرف على انهيار بلده وتشريد نصف السكان وتسبب في الانهيار الاقتصادي الذي لا يقارن بأي بلد حول العالم فرصة للعودة. وقال مسؤول أمني إقليمي: هذه لحظة كانت قادمة، لم يعد هناك إمكانية لطرح فكرة أن المنطقة آمنة ببقاء سوريا منبوذة، لكن لا أحد يعرف عما سيتخلى الأسد وماذا سيحمل أصدقاؤه العائدون إليه من نفوذ. ويعتقد أن المسؤولين البارزين في السعودية والإمارات دفعوا بشكل قوي في موضوعين: فصل سوريا عن التأثير الإيراني، ووقف تصدير المادة المنشطة كبتاغون إلى دول الجوار. لم يتغير إلا القليل سوى ما حدث على المواقف الإقليمية، فقد حولت صناعة المخدرات المدعومة من مؤسسات الدولة سوريا إلى منافس لكارتل سينالو المكسيكي،
فلم يكن هناك ما يؤشر إلى تخلي سوريا عن هذه الصناعة. نشرت صحيفة ساندي تايمز مقالاً للكاتب مارك غاليوتي عن تداعي ما تبقى من نفوذ للإمبراطورية الروسية، حيث قال إن أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي خرجت عن مدار روسيا بفضل الحرب المحتدمة بين الطرفين. وعد الكاتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يخسر بقايا نفوذ كان لأمته في جمهوريات سوفيتية سابقة، ولا سيما كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى، ونوه إلى ما كانت تحظى به موسكو يوما من مكانة في تلك المنطقة كضامن أمني ووسيط إقليمي أساسي، وكيف تبدلت هذه الحال الآن بحيث أصبح ينظر إلى روسيا كجار منكفئ على مصلحته الخاصة. الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى أصبحت تتطلع إلى ما وراء روسيا، ذلك أن شريكهم التجاري الأول الآن هو الاتحاد الأوروبي، فيما تأتي روسيا في المركز الثالث في هذا الصدد بعد الصين. وعلى صعيد الوساطة الإقليمية فقد بدأت الصين وإلى حد ما تركيا بالاضطلاع بدور كانت تملأه موسكو في السابق، هذا فضلاً عن اتجاه دول آسيا الوسطى إلى حل مشاكلها بنفسها في السنوات الأخيرة. إن هذا التغير في نظرة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة إلى روسيا ربما يدفع الأخيرة إلى البدء بمواجهة تلك الحقيقة المؤلمة، وهي أنها لم تعد تلك الإمبراطورية التي كانت ذات يوم. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه. والآن إلى الرسوم الكاريكاتيرية. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات، وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل إلى كيفية ظهور الفيروس. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقدير إحدى الوكالات الأمريكية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني، مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات وتنفي بكين صحة ذلك التقدير.
وجاءت تصريحات جيبريسوس بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف الجائحة لأول مرة على تفشي المرض عالمياً. تعد مدينة إزيوم مثالاً صارخاً على التكلفة البشرية المروعة للحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا منذ أكثر من عام. ورغم مرور 6 أشهر على تحريرها من قبل القوات الأوكرانية، يقول سكان المدينة إنهم ما زالوا يدفعون ثمن الحرب، وما زال الضحايا يسقطون بسبب الألغام الأرضية التي خلفها الجيش الروسي في المدينة. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. عادت أحداث تسمم الفتيات الإيرانيات التي وقعت خلال الأشهر الماضية إلى الواجهة من جديد، حيث أعلنت الداخلية الإيرانية في 7 مارس آذار الجاري اعتقال أشخاص في 6 محافظات إيرانية بسبب إعداد مواد مهيجة ونشرها بين طلبة المدارس، ما أدى إلى ظهور أعراض بينهم، وذلك على خلفية حوادث تسمم الطالبات. وبحسب الداخلية الإيرانية، بعض المعتقلين لديهم سجل سيء. فكيف بدأت القصة؟ بدأ مسلسل التسمم في مدارس البنات الإيرانية في 10 ديسمبر كانون الأول الماضي، وتحديداً في ثانوية للبنات في مدينة قم الواقعة على بعد 120 كيلومتراً من العاصمة طهران، واستنشقت الطالبات رائحة كريهة من دون معرفة مصدرها، ما تسبب بتسممهن. لكن التسمم أو التسميم لم يتوقف عند قم، ليتجاوزها إلى بروجرد غربية إيران، ثم أردبيل شمال غربها، ثم طهران وغيرها من مناطق متفرقة من البلاد. أثارت حوادث التسمم الرأي العام الإيراني، ودفعت إلى حالة ذعر بين أهالي طلاب المدارس وتساؤلات عن الأسباب في ظل عدة روايات متناقضة، لكن لا إجابات رسمية مقنعة، والغموض ما زال يلف الواقعة، فيما وجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام للمحافظين المتشددين بالوقوف وراء هذه الحوادث بغية منع الطالبات من الدراسة، أسوة بما فعلته حكومة طالبان في أفغانستان. المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي دعا يوم الاثنين الماضي السلطات الإيرانية إلى متابعة قضية تسمم الفتيات بجدية، مؤكدا أن هذه جريمة كبيرة لا تغتفر. أما الحكومة الإيرانية فشكلت لجنة مؤلفة من وزارات التعليم والأمن والصحة لمتابعة الملف، وأكد أول تقرير للجنة العلمية المختصة المعنية بوزارة الصحة الإيرانية أن بعض التلميذات اللواتي نقلن للمستشفيات تسممن بمادة استنشاقية محرضة تشبه الغاز. وأضاف التقرير أن هذه المادة يمكن أن تكون على شكل صلب أو مسحوق أو عجين تبخرت بعد وضعها على أجهزة التدفئة في المدارس. بدورها قالت وزارة الداخلية الإيرانية إن عملية التسميم قد تكون عملاً متعمداً وإجرامياً، وتواصل الأجهزة الاستخبارية والأمنية تحقيقاتها بهذا الخصوص. أما الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فقد وجه أصابع الاتهام إلى أعداء إيران، متهماً إياهم بالسعي لبث الإحباط في الشارع الإيراني بغية إثارة الفوضى. ورغم أن العدد الدقيق للطالبات المتأثرات بالتسمم غير معروف حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن الحالات قد تصل إلى 900 فتاة. وتأتي هذه القضية بعد أشهر من اندلاع احتجاجات بأنحاء إيران في 16 سبتمبر أيلول 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية المعنية بمراقبة لباس النساء، حيث أثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة. فما الجديد الذي قد تكشفه الأيام القادمة حول هذه القضية؟
وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.